غادي في شي حاجات ما فيش خاص ما نعرفش ان شاء الله شنو جات سيزاني والله هاي جات سيزاني بوعه بوعه سيدنا كيشوف هاد الشيء وما جاوبش جاوب 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 وي دابا كاع المتضررين كان مسجل شي ضرب كانوا مالي المد ولا كانوا حرايا ولا كانوا راهنين فغاتخدموا هذا الشخصيه ديال الحكومه عام غاتفتحوا اوتوماتيك يمشي ويكري معاهم واحد وحنا كوزارة الإسكان غادي نجندو كاملين وغادي نهبطو داك أي دورو دابا شنو نقول الصمد هو اللي غادي يشد من أي بلاصة محلية باش يبنيو كورونا وغادي يقول معاكم المهندسين باش تعاودو تبنيوها باش ما يضحك عليكم حد يبني لكم داك الشيء و8 المليون سنتيم الناس اللي مضرورين باش تبنيو للدار وهجدة تقدر باقي تفتح اللي تقدر طيح هما اللي عنده شي شقة صغيرة حفظ الله هذاك ما كاين مشكل 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 عليه دارو هذاك غتعطى 88 سنتيم الدولة غادي تعطيها بخا بخا باش يبقى في وقت مراحل ان شاء الله ان شاء الله يا